حبيبة عيد فارس، كينيزيتيغابوت، كنخدم في دار الويدار في أطلس كيندر، سابقا دار الويدار، أطلس كيندر حاليا، كنخدم تقريبا من 2018 دابا. هاد لاسوسياسيون هادي مسيو إيبير هو اللي قام بالتأسيس ديالها. مسيو إيبير هو اللي قام بالتأسيس ديالها، جاب هاد الوليدات هادو اللي متخلى عنهم وقام بالرعاية ديالهم هنا، وموفر ليهم السكن، موفر ليهم ظروف ديال الصحة، موفر ليهم الأكل، شحال من حاجة اللي موفر لهاد الوليدات هادو، لدرجة أنهم كيستافدو من التعليم، كيستافدو من الترويض ديالهم، كذلك في السونتخ اللي كاين في وسط الجمعية. وبالاضافه لانه كيقوم بزاف ديال الاعمال اللي في صالح هاد الوليدات هادو، انهم كيوفر لهم جميع اي حاجه ممكن انهم يحتاجوا. هاد الوليدات هادو كيتوفروا ليها هاد الدراري، اي واحد كان تخصصه العنايه من الناحيه الصحيه كيوفرها لهم، لدرجه موفر لهم لوختوفونيست، موفر لهم لوكسي، كاينه انفيرميير اللي كتسهر على الفيلاج كامل ليلة نهار، كاينين الناس ديال الاداره حتى هما اللي كيواقفين على الدراري من في اي حاجه كتخصهم من الناحيه الاداريه، وكاين ستوك كذلك الحويجات ديالهم ولا اي حاجه محتاجينها، كاينين الناس اللي مكلفين بها من ناحيه الاكل ديالهم، حتى هو كاينين الناس اللي مكلفين بالاكل ديال هاد الوليدات هادو. الحمد لله الظروف اللي عايشين فيها هاد الوليدات هادو راه الحمد لله مزيانه. السيد الجنسيه ديالو ميلو هو الوحيد اللي كيصرف على هاد، هو الجنسيه ديالو سويسريه، هو من سويسرا، ولكن من نهار عرفناه كاين هنا في المغرب، هو الهدف ديالو هو ان هاد الدراري هادو ما يشوفش داك الحرمان ديال هاد الدراري هادو، وعندو واحد الحرقه ديال ان هاد الوليدات هادو ما يحسوش بحياتهم ضيعوا هما في وسط بلادهم. ديما كان هذا هو الشعار ديالهم، ديال ان هاد الوليدات هادو ما يتحرموش من شي حاجه. انت كاين كيفاش كتعاملي مع الحالات الصعبه اللي شفت الوليدات قدامنا، كيفاش كتعاونهم باش الحركه ديالهم تكون؟ بالنسبه للوليدات اللي الحالات ديالهم شويه صعبه، كاينين عندنا بزاف ديال الحالات، من بيناتهم الحالات اللي كاين فيهم تحسن حاليا الحمد لله بفضل الترويض ديالهم، بالحصص ديالهم، بكل شيء الحمد لله. كاينه بنيه دابا اللي كتمشى على رجلاتها الحمد لله، كاينين اللي الحاله ديالهم صعبه اكثر، كأموان كنحاولوا اننا ما تزيدش الحاله ديالهم تاغرافا اكثر. كاين شي تجاوب مع الحركات ديال الرياضيه اللي كديري لهم؟ اييه كاين تجاوب اللي بزاف ديال الوليدات تجاوبوا مع العلاج الطبيعي، لدرجه كانت واحد البنيه شبه ما كتحركش، ما كدير حتى شي ايفور، لا من ناحيه الاكل، لا من ناحيه الماشي، لا من ناحيه اي حاجه، والحمد لله حاليا ولات تتمشى بوحديتها، ولات تاكل بوحديتها، ولات قادره انها كاع كتهضر دابا شويه بوحديتها. انا عبد الحسين ملكة، نشرت في هذه الجمعيه الخيريه ديال دار بويدار، يعني ديك الخدمه من 2015 وانا هنايا، يعني كنخدموا مع هاد الوليدات، كنجيبوهم باقي صغار، كاين اللي تيجي من لوبيتال كيحطوه لينا، كاين اللي تتكون عنده شهرين، شهر على حساب تجيب الام ديالك، الام ديالو كتحطو لينا، وحنا كنتعاملوا معاهم كبحال وليداتنا، كنربيوهم، يعني كنعطيوهم الدور ديال الام. هاد الاطفال واش من هاد المنطقه ولا كتجيبوهم من المغرب كامل؟ لا من المغرب كله، هو من المغرب كله كيجيبوا لي هاد الفيلاج. انت كام هنايا كيفاش كتقدري توفقي بين الحياه العمليه والحياه الشخصيه ديالك؟ يعني في الاول جاتني شويه، ولكن دروكا يعني الوقت اللي كنعطيه لهنا ما باقيش كنعطيه، يعني هادو هما وليداتي كنعيش معاهم، يعني ولفتهم لان ما لقيتش وليدات صغار، وربيتهم من النهار الاول تبارك الله، دروكا راه 8 سنين كيقراو حتى هما ما كينساونيش، واخا انا دروك في هذا النقص صغير، ولكن الولاد اللي خدمت معاهم ديك الساعه في الدور الدار الاولى فاش كنت يعني كبروا، ولكن يوميا يجيو عندي، يعني الفيلاج كله هو راه وليداتنا، وجميع الامهات راني كنشكرهم على هذا العمل اللي كيقوموا به، يعني جميع الامهات كيقوموا بالدور ديال الام، يعني كيعطيو لهذا الولد الوقت ديالو والحنان والحب، يعني كيعطيوه كل شيء. الحوايج الماديه شكون اللي كيتكلف بها؟ كنشوفوا الوليدات تبارك الله نقيين لابسين مزيان، شكون هو الشخص اللي كيتكلف بهذا الشيء كامل هنايا كيصرف عليهم؟ يعني انا كنشكر كاع المسؤولين على هذه الجمعيه خارج الوطن وداخل الوطن، يعني كنشكرهم بزاف لانهم وفروا لنا جميع
الحوايج اللي خاصين الوليدات، من الحوايج من الماكله من اي حاجه ما خاصهم. يعني تبارك الله راه الدراري راه كتشوفوهم راه بخير وعلى خير والحمد لله والشكر لله. ولكن هاد السنان انا عاد عرفت بان اسماعيل اليوم عنده عيد ميلاد ديالي. اسماعيل كل اسماعيل اليوم